الكتاب 238، المقالة 10. لماذا تكتب أسماء الأحزاب الأرمنية بالعربية بشكل خاطئ؟ بقلم آرا سوفاليان. تم إشادة نصب تذكاري كبير في بلدة الكواشرة في عكار لبنان، حضره كبار المسؤولين اللبنانيين لتمجيد شهداء الجيش الأذربيجاني في حرب أرتساخ ناغورنو غارباخ 2020. بالطبع حدث خطأ مطبعي لبناني، لأن المقصود من إشادة هذا النصب كان تمجيد قتلى المرتزقة السوريين في حرب أرتساخ وليس الأذربيجانيين، لأن الجيش الأذربيجاني لم يحارب، والذي حارب هو مرتزقة ودواحش سوريا. فاجتمعت قيادات أكبر ثلاثة أحزاب أرمنية في لبنان للتنديد بهذا العمل، وأصدروا بيان تنديد أوردته حرفيا في مقالة سابقة أسميتها أول خطوة في الطريق الصحيح، لأن هذا الإجراء وحد الأحزاب الأرمنية وجمعها. ولاحظت في البيان الذي نقلته بأمانة أن الأحزاب الأرمنية الثلاثة وردت أسماؤها بالعربية بشكل خاطئ في البيان، ولأني لا أسكت على الخطأ فلقد كتبت ما يلي. في البداية، لقد نقلت البيان الأرمني في نهاية المقالة المومة إليها بالحرف دون إجراء أي تغيير، ولكن لدي اعتراض على أسماء الأحزاب الأرمنية الثلاثة، فلقد تم نقلها إلى العربية بشكل خاطئ، وأسجل هذا الاعتراض هنا. الهنشاك والرام غفار والطاشناق وأسماء الأحزاب الثلاثة مقيدة بالعربية بشكل خاطئ. أولا الهنشاك، وهذا خطأ، فاسم الحزب هو الهنشاك، ولا يجوز حذف حرف التاء الأرمني المخفف، وهو له مقابل في العربية وهو حرف التاء، ويكتب اسم الحزب هكذا هنشاك. ثانيا حزب الرم غفار، وهذا خطأ، فاسم الحزب الرم غافار، فلقد تم الاتفاق على أن يمثل حرف الكاف حرف الجيم المصرية. والخطأ الثاني هو حذف الألف بعد حرف الغين، وهذا خطأ فادح، لأن حرف الألف حرف صوتي ولا يمكن حذفه. وعلى العموم فيمكن كتابة اسم الحزب رام غافار أو رام غافار وليس الرام غفار على الإطلاق. ثالثا حزب الطشناق، وهنا أفدح الأخطاء، فحرف الطو الأرمني يقابل حرف الطه العربي، ولكن اسم الحزب ليس بالطو بل بحرف التا الأرمني ويقابل التاء العربية. أما حرف القاف في آخر التسمية فمكانه في أي مكان عدا هذا
الاسم، لأنه في الأبجدية الأرمنية آخر حرف من اسم هذا الحزب ينطق كما تنطق الجيم المصرية. وقد تم الاتفاق على أن تكتب بالعربية كاف وليس قاف، وأنا مصر على تسجيل اعتراضي، فالتاشناق تكتب هكذا تاشناق وليس طاشناق. حتى ولو جاء من يقول لي إن اسم هذا الحزب مشهور بالعربية ضمن هذه الكتابة، فالخطأ هو الخطأ ولا يوجد أي مبرر له ولا لبقائه. آرا سوفاليان، كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني، 15/11/2022.